السلام عليكم. ضربة غامضة طالت الفصائل المسلحة العراقية في 48 ساعة الماضية، وكل أصابع الاتهام تتجه باتجاه إسرائيل بأنها هي التي نفذت هذه العملية. التفاصيل نشرت من عدد من المصادر المهمة، على سبيل المثال النورث بريس، المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعدد من المصادر السورية الأخرى. وكانت اللحظات الأولى لهذا الاستهداف جاءت بهذه الطريقة كما تلاحظون. الاستهداف جاء على الحدود العراقية السورية في الداخل السوري، وأن الاتهامات اتجهت في بادئ الأمر باتجاه الطائرات الأمريكية بأنها هي التي قامت بهذه الضربة، لكن سرعان ما جاء تصريح مباشر أو بيان مباشر من قبل القيادة المركزية الأمريكية ليؤكدوا من خلال هذا البيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا علاقة لها بهذا الاستهداف، وهذا هو الذي يضع إسرائيل في واجهة الاتهامات. والذي جرى هنا بحسب كل هذه المصادر والتفاصيل بأن كانت هنالك شحنة للسلاح قادمة من العراق مباشرة إلى الحدود السورية، ودخلت باتجاه البوكمال ووصلت إلى شمال البوكمال باتجاه السيال، وهنا ظهرت طائرات مسيرة غامضة يعتقد بأنها إسرائيلية لتقوم بعملية استهداف هذه الشحنة بالكامل ولتدمر شحنة السلاح بالكامل، وأيضا أدت إلى مقتل 3 عناصر من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وبأن عنصرين من عناصر هذه الفصائل هم كانوا من العراقيين، والفصائل العراقية اعترفت بمقتل أحدهم، لا بل إنهم قاموا بتشييعه أساسا في الداخل العراقي بعد هذا الاستهداف. وكان هنالك تحديثا من القمر الصناعي يوضح بالضبط أين جاءت هذه الضربة إلى شمال البوكمال، والمنطقة التي جاءت هي جاءت طبعا إلى غرب نهر الفرات باتجاه المراجدة. هذه المراجدة وهذه هي المنطقة بالضبط التي كانت قد استهدفت إذا ما ذهبنا إلى صورة واضحة ومحدثة للقمر الصناعي لنفس هذه اللقطة. هذه هي اللقطة الواضحة من القمر الصناعي التي تعود تقريبا إلى 17 من يونيو الحالي. لاحظ هي متطابقة تماما، ودعونا نقترب من هذه الجزئية في الوسط هنا، وستلاحظ بأننا أمام أشجار هنا كما نلاحظ هنا في اللون الأحمر، هذه تمثل الأشجار، وهذا هو الطريق بالضبط. وأن النقطة التي استهدفت كانت هنا تحديدا عندما وصلت هذه الشاحنات أو الشاحنة المحملة بالسلاح إلى هذه المنطقة استهدفتها الطائرات المسيرة. لاحظ تغير اللون هنا في 22 من يونيو، لاحظ هي في 21 من يونيو كما تحدثنا في 48 ساعة الماضية، لاحظ هنا قبل وهنا بعد تغير اللون يوضح لك أن الضربة الإسرائيلية وبحسب المصادر والتصوير وشهود العيان تؤكد أن هذه هي نقطة الاستهداف التي جاءت باتجاه الطريق المؤدي من البوكمال إلى الميادين إلى دير الزور إلى حلب كما هو واضح هنا وما هو مذكور. وكذلك أن التفاصيل التي ذكرت من المرصد السوري لحقوق الإنسان والمصادر أيضا المتخصصة في الشأن السوري أكدت بأن هذه الشحنة للأسلحة لم تكن قادمة فقط إلى سوريا أو إلى الفصائل المتواجدة في سوريا، لا أبدا، بل المثير للانتباه هنا بأن هذه شحنة السلاح كانت متجهة إلى لبنان، وذلك من أجل مساندة من؟ مساندة حزب الله اللبناني الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الدخول بحرب مباشرة ضد إسرائيل. واحدة من أكبر الأدلة على أن إسرائيل فعلا هي التي نفذت هذه العملية ضد الفصائل العراقية باتجاه الحدود التي نتحدث عنها العراقية السورية في الداخل السوري، هو أن إسرائيل في اليوم التالي أي في 24 ساعة الماضية قامت باستهداف عنصر مهم تابع للجماعة الإسلامية، وهذا الرجل هو متخصص في عمليات نقل السلاح إلى الجنوب اللبناني، أي هو يقوم بعمليات نقل السلاح على مستوى مهم جدا بين سوريا وبين الداخل اللبناني وإلى الجنوب اللبناني. وهنا نتحدث عن شخص أعلنت عنه إسرائيل وتم الإعلان عنه من العديد من الجهات المهمة المطلعة، ألا وهو أيمن غطمة الذي ترونه وهو أحد القيادين في الجماعة الإسلامية. وأكدت إسرائيل بأنه أيضا مرتبط بحركة حماس، وأساس عمله هو نقل الأسلحة كما تحدثنا، وهذه هي كانت اللحظات الأولى لعملية استهدافه كما نقلت ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية لحظة استهدافه، وهذه صورة أوضح من الأرض لعملية الاستهداف التي
التي أدت إلى مقتله على الفور مع مرافق آخر له. واضح جدا من الاستهدافات الإسرائيلية إن كانت باتجاه الفصائل العراقية في سوريا، منها شحنات السلاح التي نتحدث عنها أو القيادات المرتبطة بنقل السلاح في الداخل اللبناني، فهذا يوضح بأن إسرائيل تحاول قدر الإمكان قطع إمدادات السلاح باتجاه حزب الله وعزل حزب الله، لأن إسرائيل تعد لعملية كبيرة ولحرب كبيرة قادمة في الجنوب اللبناني. وأصبحت علامات هذه الحرب واضحة أيضا من العديد من المصادر الغربية هذه المرة، مثل CNN الأمريكية، Breaking Defense، وكذلك أيضا الواشنطن بوست. والتفاصيل هذه كلها كانت قد تحدثت بأن إسرائيل بدأت الآن بالإعداد والتخطيط للإعلان عن نهاية قدرة حماس العسكرية وسيطرتها العسكرية في قطاع غزة بعد تقدم كبير حققته في مدينة رفح، وبأنها بدأت تعد بحسب CNN الأمريكية لنقل مواردها العسكرية من جنوب قطاع غزة، أي من خان يونس ورفح، باتجاه الشمال الإسرائيلي، واستبدال القوات الإسرائيلية التي نتحدث عنها بقوات احتياطية لتمسك قطاع غزة، وطبعا نقل هذه الموارد العسكرية، وذلك من أجل الاستعداد للعملية العسكرية ضد حزب الله اللبناني. وإسرائيل أيضا وافقت على خطة توسيع الحرب باتجاه حزب الله، ليس هذا فحسب، بل إن CNN أيضا أكدت بأن هنالك وفدا إسرائيليا ذهب الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحصلوا على تطمينات من الولايات المتحدة بأن إدارة بايدن ستدعم إسرائيل بالكامل في حالة اتخذت إسرائيل القرار للتقدم باتجاه حزب الله اللبناني. وقد تكون واحدة من المؤشرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة داعمة لإسرائيل في هذه العملية المرتقبة تجاه حزب الله هو أن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور التي غادرت مؤخرا البحر الأحمر توقفت في البحر المتوسط لفترة معينة، رغم أن الإعلان الأولي كان من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي قالت بأن حاملة الطائرات آيزنهاور ستعود إلى الولايات المتحدة إلى فرجينيا، ولكن فجأة جاءت وزارة الدفاع الأمريكية لتقول بأنها ستتوقف في هذه المنطقة، في مؤشر آخر على أن هنالك شيء كبير قادم باتجاه حزب الله. حتى أن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا ذهب في الساعات الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع وفد عسكري رفيع المستوى إلى واشنطن من أجل مناقشة هذه الحرب القادمة باتجاه حزب الله. وأيضا من المؤشرات المهمة التي لا بد من الانتباه لها هو الحراك الموجود في السفارات أو من قبل السفارات في الداخل اللبناني. على سبيل المثال، وزارة الخارجية الكويتية طلبت من رعاياها عدم السفر إلى لبنان، وطلبت من رعاياها الكويتيين المتواجدين في الداخل اللبناني لمغادرة لبنان بسرعة. وكذلك أن كندا أيضا أعلنت بأنها وضعت خطة كاملة لإجلاء 45 ألفا من المواطنين الكنديين المتواجدين في لبنان في حالة اندلاع حرب بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني. بالتالي كل الظروف توضح بأن هنالك شيء كبير قادم باتجاه حزب الله اللبناني فعلا. والتقديرات الأمريكية كما نقلت الأوسن ديفندر بأن هذه الحرب ستكون ومتوقع بأن تكون منتصف الشهر القادم أو على الأقل قبل بداية شهر أغسطس، أي قبل الأول من أغسطس، لكن التقديرات الأمريكية تتحدث منتصف الشهر القادم سيكون هو موعد إسرائيل لعملية التقدم بعد كل عمليات الانتشار وعمليات الاستعداد لهذا التقدم. وهي تفسر لماذا رأينا الضربات تجاه شحنات السلاح القادمة من سوريا أو حتى من القيادات المرتبطين بهذه المسائل لإبقاء حزب الله قدر الإمكان بلا أي دعم ولتحقيق التقدم المطلوب. وبسبب هذه التفاصيل طبعا هذا الأمر جعل فرنسا أن تتدخل بحسب البريكينج ديفنس من أجل محاولة منع التدخل أو الهجوم أو الغزو الإسرائيلي باتجاه لبنان، ليس على مستوى الدبلوماسي لا أبدا، بل ما تحدثت عنه البريكينج ديفنس بأن فرنسا هنا تحدثت مع الحكومة اللبنانية بشكل مباشر ومع الجيش اللبناني، وقالت بأنهم مستعدون لدعم الجيش اللبناني على العديد من المستويات العسكرية لا بل مساندة الجيش اللبناني على المستوى الضربات الجوية باتجاه حزب الله اللبناني إذا ما قام هو بنفسه بعملية تجاه حزب الله اللبناني لإبعاده بنفسه وأبعاد حزب الله إلى خلف النهر الليطاني على مسافة 10 إلى 15 كيلومترا تطبيقا للقرار الأممي ألا وهو 1701، وهذا هو الذي يعطي لبنان القدرة على القيام بهذه العملية والدعم الدولي
الكافي، وبالتالي فرنسا فاتحت لبنان بهذه المسألة لتفادي الهجوم الإسرائيلي الذي ممكن أن يكون مدمرا على هذه المنطقة. ولكن الأوساط والخبراء والمتخصصين بشأن ما يجري في هذه المنطقة الساخنة للغاية وجدوا أن من الصعب جدا على لبنان والجيش اللبناني أن يخوض هذا الحراك ضد حزب الله اللبناني، لأن حزب الله اللبناني هو الآن المنتشر في هذه المنطقة بشكل كبير ويتحصل على دعم هائل للغاية، ومثل هذه العملية ممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية خطيرة في هذه المنطقة. لا بل إن حزب الله اللبناني أساسا توعد إسرائيل في حالة فرضت عليه الحرب، كما تحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، فإن حزب الله اللبناني مستعد للدخول بحرب وبحرب مدمرة، وقالوا بأنهم يمتلكون 100,000 جندي وترسانة صاروخية كبيرة وقدرات عالية للغاية، بالإضافة إلى أن الواشنطن بوست أكدت بأن هنالك الآلاف من الفصائل المسلحة العراقية السورية الأفغانية فاطميون حتى الباكستانيين منهم مستعدين الآن للدخول بالآلاف للقتال جنبا إلى جنب مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل، كما فعلوا تماما قبل 13 عاما في الداخل السوري عندما توحدوا جميعا من أجل حماية نظام بشار الأسد. وطبعا كانت هذه العملية أيضا بإسناد من قبل روسيا، لكنهم توحدوا في هذه المنطقة وتمكنوا في نهاية المطاف من الحفاظ على مصالحهم وقدراتهم وزادوا من نفوذهم في هذه المنطقة، وبالتالي نفس الفكرة أن يتحدوا هنا مرة أخرى، ولكن هذه المرة ضد إسرائيل في هذه المعركة. وحزب الله اللبناني أساسا أظهر عددا من القدرات، أظهر تهديدات ليست بالعادية أبدا باتجاه إسرائيل في حالة إسرائيل فكرت من عملية التقدم على الجنوب اللبناني. على سبيل المثال هم نشروا عددا من الصور من الأقمار الصناعية لمطار بن غوريون بأنه سيكون هدفا للحزب في حالة تمت استهدافه أو تم الغزو البري، كذلك هددوا مفاعل ديمونة وهذا تهديد ليس بالعادي، وأيضا المنشآت النفطية الموجودة في ميناء حيفا. ميناء حيفا الذي يتعرض إلى الكثير من الضغط والهجمات ليس من حزب الله اللبناني لا أبدا، بل هجمات قادمة من جماعة الحوثي. على سبيل المثال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي هو بنفسه اليوم كان قد أعلن بشكل واضح عن أنهم نفذوا عملية مشتركة، بل عمليتين مشتركتين مع الفصائل العراقية المتمثلة بالمقاومة الإسلامية في العراق باتجاه حيفا. ولاحظ هذه واحدة من لقطات الصواريخ التي نشرت وهي تستهدف حيفا، كما تلاحظون إسرائيل لم تقل شيئا حول هذه القضية، ولكن هذه كانت واحدة من اللقطات إذا ما قمنا بإعادتها ستلاحظ أن هنالك صاروخا فعلا قد جاء ليلة يوم أمس ليضرب حيفا. ليس واضحا ما هي الضربة، ولكن أكدت الأوساط الإسرائيلية بأن هذه حيفا وهذه الكاميرات كانت تراقب حيفا، ويبدو أن هنالك صاروخا قد حقق هذا الاستهداف، ويبدو أنه من صواريخ جماعة الحوثي أو حتى من المقاومة الإسلامية في العراق. وحيفا طبعا كل الأنظار تتجه إليها، حيث أن حزب الله في الأيام القليلة الماضية نشر هذه اللقطات المصورة لما قال بأنه هدهد، أي طائرة مسيرة صغيرة للغاية لا بصمة حرارية لها، من الصعب جدا على أي رادار في العالم من كشفها. هذا الهدهد تحرك بهذا الشكل وصور عددا من المواقع من ضمنها هو ميناء حيفا، وطبعا تحدثت المصادر أن هذا الهدهد هو الهدهد 3، هنالك الهدهد 1 وهو من الطائرات المسيرة التجسسية الإيرانية، لكن هذا متطور للغاية وصور بشكل واضح ميناء حيفا كما نلاحظ هنا. ومن المثير للانتباه بأن سان كالكوليتر إحدى المواقع التي تهتم في عملية دراسة الشمس والظل، من أين تغرب الشمس، من أين تظهر الشمس بحسب الأيام وبحسب الأشهر لتحدد طبيعة توقيت الصور التي تراقبها، وبحسب السان كالكوليتر كما تلاحظون هنا وضحت بأن من موقع الشمس من طبيعة الأشعة الظاهرة في الصورة أوضحت بأن توقيت هذه عملية التصوير كانت توقيتا نوعا ما حديث للغاية، وبأن هذه المسألة بحسب موقع الشمس والظل وغيرها تمت في 9 مايو كما تلاحظون في الساعة 6:30 بتوقيت تل أبيب. بالتالي هذه مسألة حديثة، وأثناء الحرب حزب الله اللبناني تمكن من القيام بهذه العملية ليضع تهديدات ليست بالعادية أبدا باتجاه من؟ باتجاه إسرائيل. وبالتالي هذه قد تكون هي لحظات صعبة للغاية تمر على المنطقة والعالم بأكمله في حالة إقدام إسرائيل الشهر القادم فعلا على القيام بهذه العملية، أو حتى الأيام أو الساعات
القليلة القادمة.